أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ومرحبا في حلقة جديدة في حوار آخر. اليوم مرور عام على ثورة ديسمبر المجيدة موضوع اليوم، ومع ضيفي الأستاذ عز العرب حمد النيل، عضو المكتب التنفيذي للتيم والاتحاد. أستاذ عز العرب أهلا ومرحبا بك. يا مرحبا بك أستاذ عماد، وشاكر أنه نطلع عبر شاشة الشروق لمرة أخرى. يمكن يعني تضامنت في الفترة اللي فاتت قوة سياسية ومنظمات مجتمع مدني، قوة حية آمنت بالتغيير وأنتجت إعلان الحرية والتغيير، وكان معبر عن حياة السودانيين وتطلعاتهم في المرحلة الأولى، والإعلان نص على إشراف على تدابير الفترة الانتقالية وعملية الانتقال من نظام شمولي لنظام تعدد يختار الشعب. ده قبل عام من الآن أو أكثر من عام تحديد. الآن تمت إزالة النظام، وأصبحت البلاد في ديمقراطية حقيقية، وسارت إجراءات كثيرة جدا، ومياه تجري من تحت الجسر. فبعد مرور سنة على اندلاع ثورة ديسمبر، كيف تراها؟ طيب، أنا أعتقد أنه هذه الاستضافة يعني تتزامن مع الشمعة الأولى، الشمعة الأولى للثورة كما تتزامن مع 19 ديسمبر، وهو يعني تاريخ خالد في ذاكرة الشعب السوداني، حيث أعلن الاستقلال من داخل البرلمان. ننتهز هذه الفرصة ونهني الشعب السوداني بانتصار ثورته المجيدة في ديسمبر أبريل. أنا كان سميتها في استضافة سابقة بأنها ثورة الشتاء والصيف، باعتبارها يعني حتى لا يسيمنا الآخرون بأننا امتداد للربيع العربي، فقد أنجز الشعب السوداني ربيعه العربي منذ عقد من الزمان أو يزيد، إذا كان في 64 أو 85. نترحم على روح الشهداء في هذه المناسبة، ونتمنى عاجل الشفاء للمصابين والجرحى، ونسأل الله أن يجمع المفقودين بأسرهم في القريب العاجل. نهني الشعب السوداني بهذه الحرية التي نتنسم. أنا أعتقد ده يعتبر واحد من ثمار هذه الثورة، أننا نتنسم عبر الحرية ونصدح بها في الشوارع وفي القرى والفرقان. صحيح أننا خرجنا بعد اختناق دام 30 عاما، إلا أننا في كل يوم يمضي نحن نتنسم ونحس بعبر الحرية، والشعب السوداني يستعيد ثقته في حكومته، على الرغم أن هذه الحكومة هي ليست حكومة منتخبة، إلا أنها تعبر عن الشعب، باعتبار أن الشعب السوداني خرج بأسره في هذه الثورة في ديسمبر الماضي، وجاءت قوى إعلان الحرية والتغيير لتعبر عن أشواقه، وهو صاحب القول الفصل. إذا رأى أن قوى إعلان الحرية والتغيير لا تعبر عن أشواقه، له الحق في أن يخرج إلى الشارع ويعبر عن نفسه من جديد. وأنا أعتقد دي أكبر ثمار هذه الثورة، هي هذه الحرية والقدرة على التعبير عن أنفسنا بوصفنا شعب سوداني، إضافة إلى أن الحكومة الانتقالية الآن تمضي في طريق قضايا كثيرة جدا، أبرز التوقيع على الوثيقة الدستورية، الحديث عن لجنة التحقيق في فضل الاعتصام، الحديث الآن عن إزالة يعني دولة التمكين. دي كلها أعتقد أنها تصب في الخانة بتاعت أنه ماذا أنجزنا في هذا العام. طيب، أنا قبل ما أمشي للتفاصيل دي، أنا داري في نقطة مهمة جدا مستعد عز العرب. يعني سارتر عنده عبارة مهمة جدا، بيقول أنه ليست الثورات تغيير الأنظمة السياسية، بل الثورات تغيير العقول وطريقة التفكير. ففي تقديرك، هل نحن كسودانيين بشكل عام، مش في الثورة دي، في كل الثورات اللي حصلت، انتبهنا في الحقبة الوطنية المتعددة لإحداث ثورة في تغيير مفاهيم وحركة المجتمع في السودان، ولا ظللنا بالنظرة القصيرة الضيقة في السياسات والقوانين وغير ذلك؟ دعنا نتحدث عن هذه الثورة. أنا أعتقد أنه يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الثورات السابقة، ربما إذا أخذناها من زاوية نقدية نقف عند كثير مما ذكرته عن سارتر، أنه ربما لا يعبر بنسبة كبيرة عن الوعي. ولكن ثورة ديسمبر أنا أعتقد أنها تعتبر نقطة تحول في تاريخ السودان الحديث، بوصفها ثورة وعي. الآن الشعب السوداني بلغ درجة من الوعي تجعله أنه يعرف ماذا يفيده وماذا يضره. دائما قاعد أقول أنه المتأمل لميدان الاعتصام، أنا قاعد أسميه ميدان الحرية والتغيير، يجد كل أسماء السودان الحسنى طلعت في ميدان الاعتصام. لذلك أنا أعتقد أنه فعلا الثورة
الأخيرة ثورة ديسمبر يعني تختلف عن الثورات السابقة، وإنه يعني سينظر إليها الشعب السوداني بوصفها ثورة وعي تعتبر نقطة تحول في تاريخ السودان الحديث. وأعتقد أننا سنقرأ كثير من الكتابات الناقدة لهذه الثورة من زوايا متعددة. نعم، لكن هل الوعي اللي بيتكلم عنه أنت سيد العرب هو نهاية نظام الإنقاذ ووعي الـ 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 الإنسان السوداني لابد من ذات النظام، ولا الوعي التغيير في بنية مفاهيم الشخصية السودانية؟ يعني أنا مصير في أنه هل الثورة مستمرة ومتى تنتهي الثورة؟ يعني أنا مثلا أي عين، أنا حقيقة داري الحلقة دي لتكون مختلفة شوية، لما نجي على مثلا التنمية، القضايا الاقتصادية، التنمية، بعين لي نظرة الشاب السوداني للتنمية، نظرة الشاب السوداني للعمل. في كثير من الشباب استعلائيين في الشغل، داير يتخرج يبقى مدير عام. في شباب يستصغر الوظائف. يعني دي الأشياء الأساسية في الثورات. وهنا الثورة لن تنتهي. في تقديرك متى تنتهي الثورة؟ طيب، نحن أنا أعتقد فعلا نحن في حاجة لأنه نستلهم تاريخنا وتراثنا في صنع واقع جديد. لذلك ثورة ديسمبر يعني ليست بالدرجة الأولى إنها تنتهي من نظام الإنقاذ فحسب. لا بد من أن تؤسس لمفاهيم جديدة يعني تخرج العقل السوداني من دائرة إنه مكبل، بحيث إنه يستشرف مستقبل أفضل على كل المستويات، إذا كان على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الثقافي. نحن واحدة من إشكالاتنا السياسية أن السياسي شامل للثقافي، فما لم تنقلب الصورة ويبقى الثقافي شامل يشمل السياسي يبقى هذه الصورة مقلوبة. زمان كان في برامج تلفزيون اسمه الصورة دي مقلوبة نعدلها. أيوة. فأنا أعتقد إنه جاء الوقت لكي نعدل هذه الصورة، في إنه فعلا الثورة استمراريتها بتجي من إنه لابد من يعني درجة الوعي وانطلاقته تكون مستمرة على الدوام، بحيث إنها تصنع واقع جديد. يعني ليس الموضوع هو موضوع إننا شلنا نظام وأحللنا نظام بديل فحسب، إنما لابد من إنه إحنا نكون في حالة استمرارية لهذه الثورة وهذا العقل. أنت قلت عبارة مهمة جدا، يعني كلامك بين السياسي والثقافي، ده بالضبط ما يحدث من أزمات في المجتمع السوداني السياسي، إنه أساسا بيرسوا نفسه من حركة المجتمع، بيفتكروا إنهم هم بيديروا المجتمع، والعكس المجتمع يدير أساسا. صحيح صحيح. فدي دائما أزمات. يعني أنا في هذا البرنامج في أكثر من حلقة كنت بسأل سؤال بسيط جدا والمهم والما تسأليه الآن، لماذا فشلت الإنقاذ؟ ما لشموليته ولا ولا ولا، لكن لأسباب كثيرة جدا. خلينا نمشي لأشياء مهمة على يواده بحلقة كاملة في هذا المجال إن شاء الله، لكن خلينا نمشي للقضايا الأساسية. يعني برضو أي ثورة بتجي لابد من أن تكون لها قضاياها العدلية، بعدك القضايا العدلية دي بتختلف وفق مفاهيم الثورة نفسها لواقع الاجتماعي. والآن في قضايا عدلية تجري، في تقديرك ما تم تحقيقه من قضايا عدلية، من إلغاء قوانين، من محاولة تفكيك، من حجوزات على 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 ممتلكات، من احتقالات، من هل هذه القضايا العدلية هي كفيلة تماما بأن تكون البداية الحقيقية لحل مشكلة السودان، ولا كما يرى البعض هذه القضايا العدلية ربما تكون هي جزء من نزعة ثورية؟ بعض القانونين بالمناسبة يروا أنه هنالك تسرع في كثير جدا من الإجراءات التي تمت وتمت الرجوع عنها. فهل القضايا العدلية تسير كما هي أم هي لا تخلو من الانفعال الثوري؟ هو طبعا نحن يعني لا زلنا بذلك النفس الثوري. نعم. لكن أنا أعتقد أنه ما تم إنجازه على هذا المستوى وعلى هذا المنحة أعتقد أنه فيه مهلة. يعني شكده كثير جدا من الثوريين في الشعب السوداني بيروا أن حكومة حمدوكة والحكومة الانتقالية تمشي الهوينة فيما يتعلق بتصفية دولة التمكين وما إلى ذلك. فأنا أعتقد أنه يعني تحقيق العدالة قضية مهمة جدا، باعتبار أن نظام الإنقاذ البائد 30 سنة، يعني من لم يمت بالسيف مات بغيره في هذه 30 سنة. لذلك الناس فعلا في حاجة لأنهم دارين يحسوا بأن هذه الثورة تمضي في طريق بحيث أنها دائرة تصفي دولة التمكين ودائرة تحاسب ودائرة تحقق العدالة. لكن أنا دائما قاعد ألفت النظر إلى الرسالة التي وجهها نيلسون مانديلا للشعب التونسي بعد الثورة وللشعب المصري بعد الثورة. نعم. وكان بيدعو فيها الشعبين إلى أنه ما تم في جنوب أفريقيا من نظام فصل عنصري
لا يقارن بأي حال من الأحوال بما تم في تونس أو بما تم في مصر أو بما تم في السودان. لذلك كان بيدعو الشعوب إلى أنها تلتفت إلى البناء أكثر مما أنها هي تسعى إلى أنها تحاكم. لكن أنا أعتقد أنه يعني نحن لا نريد أن ننتقم، زي ما قال الشريف حسين الهندي عند واحدة من مقولاته: نحن لا نكره أحدا ولا نريد أن ننتقم من أحد، ولكننا نقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، بدلا مما نقول عفى الله عما سلف. نعم نعم، وليس بروح انتقامية بأي حال من الأحوال. نعم. طيب، إذا أخذنا مقولة نيلسون مانديلا ومقولة الشريف واستناده على الآية الكريمة لكم في القصاص حياة، إلى أي مدى نقدر نقول أنه صوت العقل الآن الذي يتحدث عن بناء الدولة السودانية، وأنا أقف عن بناء الدولة السودانية، يتحدث عن أنه لابد أن يكون هناك شيء من التواصل مع الآخر؟ يعني الآن أنا شايف أنه واحدة من الإشكالات الممكن تكون مشكلة جدا في الدولة السودانية، لأنه السياسة السودانية أستاذ العرب هي عبارة عن فعل وردة فعل، وخاصة الصراع بين اليسار واليمين بكافة أطيافه، يعني يسار يمين يسار يمين. فأنا أخشى ما أخشى أنه هذه الثورة برضو ترجع إلى الوراء ويظل في نفس القضية الأساسية، بما أنه في بناء وعي جديد لماذا تكون الدولة السودانية مؤمنة بكل الناس، كلهم بمعتقداته يسار أم يمين، لكن لبناء دولة سودانية حقيقية تبتعد الأفكار، تتقدم الدولة، تحصل هجنة ثقافية فكرية سياسية. يعني متى نصل لهذه النقطة؟ نحن أفتكر أننا نتنكب هذه الدرب، وده الدرب الصحيحة. نعم نعم، أنا أعتقد أنه زي ما ذكرت قبل أنه طالما أصبح الشعب هو صاحب القول الفصل، إذا نحن لا نخاف على هذه الثورة ولا نخشى عليها من شيء، لأنه هو المعدل، هو المقوم، هو الذي يستطيع دون أن يجبره أحد أن يخرج إلى الشارع ويقول: والله يا حكومة حمدوك دي لم تعبر عني. لذلك من المفترض أن نختار حكومة جديدة تختار لنا قوى إعلام الحرية والتغيير، لأنه نحن اللي قدمناها عشان تعبر عننا، ما قدمناها يعني لأنها هي يعني تبقى قاعدة فوق راسنا بس، إنها ما قدمناها لأنها هي عبرت عن أشواقنا. كان بالإمكان أن الثورة دي تنجز في 2013، لأنه الأحداث في 2013 في سبتمبر كانت أحداث قوية أقرب إلى ثورة ديسمبر، لكن لأنه فعلا كانت تحتاج إلى القائد وظهرت قوى إعلان الحرية والتغيير لكي تعبر عن أشواق الشعب السوداني. لذلك أنا أعتقد طالما نحن وضعنا كل هموم الشعب السوداني في يد الشعب نفسه، إذا لا نخشى على شيء. أنا دار قدم نقدي. طيب نقدي مهم جدا والله، لأنه أنا فرصتي أنا حاسس بحوار ده مريح معك. يعني أنت ذكرت نقطة مهمة جدا، إنه الشعب، لكن على مستوى التاريخ الإنساني القادة المثقفين المفكرين هم الذين يقودوا الشعب. هم الذين يقودوا الشعب، هم الذين يخلقون لغة الشعب. الشعب لا يخلق لغة المفكر ولا الغايد. يعني إذا كان المفكر والغايد أخذ بلغة الشعبية دي مشكلة، ما عنده وجود. فأنا لاحظت يعني وأنا متابع لحركة القيادات، مثلا في حركة في قوى الحرية والتغيير والقيادات السياسية كانت منفعلة لغتها، حتى في فهيزتنا الإعلامية، حتى في قناتنا الشروق، أنا من غير ذكر أسماء، يستخدموا لغة الشارع. وكنت ممتع جدا من المسألة، أنا ما أدري شخصيا الموضوع، لكن أفتكر أنه لابد من خلق لغة رفيعة لتطوير الوعي السياسي العام. اللغة الرفيعة دي بتؤدي لتفكير إيجابي، تفكير إيجابي بتخلي الناس تنظر للأشياء بشكل مختلف، عشان ما نقع نسقط في دائرة الجهنمية الجبيل بدأناه في أنه صراع يسار يمين يسار يمين. فدي دعوة منك أنت للقيادات الحزبية، للقيادات الفكرية، للقيادات السياسية، بأي لغة يتواصلون مع الجماهير؟ ده والله سؤال مهم. أنا أعتقد أنه يعني واحدة من بعض تحفظاتي مما كان يقدم في ميدان الاعتصام، دائما كان بقول لهم أنه إحنا يفترض نرتقي إلى مستوى الشعب، يعني إحنا ما نضع الشعب في المستوى في المستوى الأدنى، نحن يفترض أنه نسوق الشعب إلى حيث يريد، لأن إحنا يفترض نعبر عن أشواقه. لذلك يعني يمكن أن يكون خطابنا السياسي فيه شيء من الثورية، ولكنه يعبر عن أشواق الشعب، ونقودهم إلى أنه والله يا أخوان أنتم مفترض تكونوا في هذا الموقع، مش نحن نمشي مع هذا الهياج الثوري. لكن أعتقد ده شيء طبيعي يتسق، يعني نأخذه في سياقه التاريخي. نحن قبل عام وضعنا مختلف من نحن الآن،
لذلك انا اعتقد كل الذين عبروا، انت ما اشرت لاسمائهم بدون ذكر اسماء، انا اعتقد انهم كانوا فعلا في ذلك السياق يملؤهم هذا الشعور الثوري. لذلك يعني ما ننزع الحكايه دي من سياق التاريخ باي حال من الاحوال. نعم، لا لكن حقه يعني ما هي دي فرصه، انت عارف ظهور القائد في لحظه من التاريخ مهمه جدا. نعم صحيح. فاذا ما كان هو على قدر المرحله مشكله. يعني انا اذكر انه واحده من الطرائف عندما جاء الخميني بالطائره من باريس والايرانيين في طهران بثورتهم ضد محمد رضا بهلوي والشيعة، قال في صحفي فرنسي كان معه، فقال لما الطائره اقتربت من الارض وشاف الحشود ملايين الايرانيين قال لي احساسك شنو الان؟ تصور ريحت. فقال الخميني ارد لي يا صادمه جدا، قال لي ولي حاجه لا اشعر بشيء. فقال ما دي صدمته، حس انه درجه الغير مؤهل لثوره. طبعا خاب، يعني بعد ده خاب ظن هذا هذا الصحفي، لانه الخميني ادار دوله في ايران، تتفق تختلف مع هذه الدوله، ادار دوله حقيقيه. الان عنده وجود حقيقي. فعشان كده اللحظه الثوريه هي التي توريك القائد. وهي التي يا اما قائد حقق مكاسب للامام وحركه اجتماعيه، او قائد ظل كما العامه. لا يمكن ان يكون القائد مثل العامه باي حال من الاحوال. انا اعتقد انه الخميني في تلك اللحظات قد تكون مشاعر زي ما يقولوا اهل اللغه مشاعر ملتاثه او خواطر ملتاثه، يعني ربما لم يستطع التعبير، لكن المضي قدما في ثورته يؤكد انه كان قائد لهذه الثوره باي حال من الاحوال. لكن يعني لانه الثوره تاتي بغته، ما في ناس كثيرين جدا بيقول لك يا اخي ليه الثوره دي تاخرت؟ الثوره لا يخطط لها. ولا يوضع عليها برنامج مثل هي أغنار السماء بالمناسبة. بالضبط كده. تأتي بغدة بدون ما أنت تحس بأنه لها أشراط. لها أشراط وشروط، بمجرد ما هي اكتملت ينفجر الشارع ويخرج الناس والشعب كله يخرج إلى الشارع ودون ما يحس النظام، زي ما نظام عمر البشير البايد ديا ما كان يظن أنه ممكن أن ينتهي، ولكنه انتهى في غمضة عين. بغدة السماء. سيد العرب، أنا يعني لما عاي برضه للشخصية السودانية بحس انه كل السودانيين عايشين في سلام في مودة، والقيم الإسلامية الحقيقية اجبات الدين الإسلامي من الإخاء والتراحم في القيم السودانية ثابتة راسخة. واندهش انه كيف يكون هذا السودان يعني في حروبات في انقسامات، وده بقودنا لملف مهم جدا، ملف السلام. كيف يدار هذا الملف في تغييرك في تقديرك الان؟ الصورة المثلى لإدارة هذا الملف. وضعنا أول حاجة أنه أعلق على حكاية القيم، أنا دائما قاعد أتحدث عن أنها قيم سودانية. نعم أيوه نعم ما في شك. باعتبار أنه السودان ذاته يعني بلد حضارات، لذلك دعنا نتحدث دائما عن قيم سودانية. خلق ظرف تاريخي وتطورت الشخصية السودانية بحيث أنها تصل إلى ما نحن فيه الآن. من انها فعلا شخصيه مسالمه. انا قبل ذكرت اسماء السودان الحسنى، فعلا اسماء يتميز بها السودانيون دون غيرهم من الشعوب الاخرى. فيها التسامح وفيها اغاثه الملهوف وكثير من الاسماء الحسنى، لان قلت كلها مرقت في ميدان الاعتصام. هذه القيم الجميله الناس كانوا بيعتقدوا انها القيم دي اندثرت في 30 سنه، لكنها في غضون شهور رجعت في هذا الميدان. الشعب السوداني شعبي مسالم وشعبي متسامح، وده واحد من شعارات الثوره الاثيره، حرية سلام وعدالة. أنا أعتقد أنه الملف الآن يمضي قدما بحيث أنه نصل فيه إلى حلول. يعني الجانب الذي يمثل الحكومة الانتقالية والقوى هو الكفاح المسلح التي رفعت السلاح، جلست في طاولة المفاوضات. خلينا نقول دائما اجتماعات باعتبار أن الطرفين يمثلان السودان كله. لذلك أنا أعتقد أنه الملف يمضي. صح نحن في حاجة لأنه تتسارع الخطى فيما يتعلق بالسلام، لكن أنا أعتقد حتى الآن ممكن نديها تقدير يتجاوز 60% في أنه نمضي فيما يتعلق بأنه الناس وضعوا السلاح، يتحدثون عن التنمية، يتحدثون عن قضايا. يعني السلام هو قضايا، مش الحديث عن قوى هامش. الشعب السوداني كله ظل في 30 سنة يعني شعبا مهمشا في كل أنحاء السودان. لذلك الناس اللي بيتحدثوا عن أنه في قوى مهمشة أصبحت جزء من الجبهة الثورية، أنا أعتقد جانبهم الصواب، لأن الموضوع ده يحتاج إلى أن نقعد في مؤتمرات، وهذه المؤتمرات يتحدث فيها الشعب السوداني في هذه الأقاليم المهمشة كلها في
في مؤتمرات تحقق يعني تناقش قضاياه الحقيقية. وطبعا السؤال مهم جدا يعني في التهميش، التهميش هل المقصود به هنا عدم المشاركة السياسية ولا الفقر؟ إذا كان الفقر سؤال كله فقير صحيح، عشان حق الناس برضه تفصيل. فإذا كان التهميش عدم المشاركة السياسية يبقى دي ده خروج ليس لأجل الجماهير، صحيح خروج شخصي. يعني عشان أفتكر واحد من مشاكل ملف السلام، يعني في مقعدك هذا احنا تقريبا في الشروق اهتمينا بالسلام جدا، انا اشتغلت اكثر من 18 حلقه عن السلام. نعم. منذ بالضبط من 1/10 لحد اليوم ان هذا اشتغلت اكثر من 18 حلقه عن السلام. نعم. وصفت معظم الحركات والجبهه الثوريه وغير ذلك. فظل السؤال دائما، فهمتوا يا جماعه هسه حتى الان عندهم اشتراط على تعيين الاولى مثلا. ليه؟ الميس التشريعي غير تشاركوا؟ يعني معناته اثبتكم ازمه السلطه. نعم. شنو بيطمن الشعب السوداني انه ما يجي ناس جداد؟ صحيح. كويس يقولوا عشان كده دايرين ضمانات، انا قبل متستوره مستمره، ضمانات الوعي العام، ضمانات قيمه البلد. نعم. عشان كده ملف السلام بالمناسبه ملف معقد جدا. نعم. نعم. في تقديرك انت وانت رجل مش غير مهتم بالشان العام السياسي السوداني، عندك قراءاتك الاجتماعيه العميقه، في تقديرك كيف نعالج هذا الملف؟ كما ذكرت انه يعني الملف عنده ابعاد اجتماعيه وعنده ابعاد ثقافيه. يعني البعد السياسي ممكن يمثل فيه أضعف هذه الأبعاد. نعم. وكل الاجتماعات أو طاولة المفاوضات المستمرة الآن في جوبا، والربما تجي وتقعد برضو في الخرطوم، لأنه في كثير من الناس بيفكروا أنه خلونا نناقش قضايانا داخل الخرطوم. أنا أعتقد كونه نوقف إطلاق النار وكونه نسمح للمسارات بتاعت نقل المؤن والغذاء للنازحين وكون يعني كل هذه القضايا، أنا أعتقد إنها تؤسس إلى إنه نحن يعني ماشيين في الطريق الصحيح. نعم. في حديثنا عن إنه التهميش هو الفقر زي ما أنت ذكرتها، وليس هو في بعد السياسي فقط. نعم. إنما قضايا التهميش هي قضايا التنمية في جميع أنحاء السودان، والآن أعتقد إنه كل السودان تضرر. متساوي منها. في هذه القضية. متساوي فيها. نعم. كلنا سواء في الذل كأسنان المشط. نعم. زي ما قال الشاعر. نعم. يعني أنا تعجبني يعني محاور يرد بين فرانسيس دينك ابن دينك ماجوك سلطان دينك أناغوك دينك أناغوك. نعم. وبابو نمر ناظر المسيرية. المسيرية. نعم. فكان بيتحدث فيه انه كيف استطاع دينك ماجوك وبابو نمر ان يوفقوا ما بين الدينك والمسيرية. فكانت الإجابة من بابو نمر ببساطة جدا انه عرفوا نفسية الطرفين، ودي أزمة الآن السياسي السوداني. والأزمة دي بتكون لنقطة مهمة جدا الآن، ربما تكون إشكال للأمام، اللي هو استكمال هياكل الحكم في السودان. الآن في كلام عن تعيين ولاة، ويظل السؤال من هم الولاة الذين يعينون وكيف يعينون؟ هل الولاة تنتخبهم ولاياتهم؟ هل الولاة تنتخب قوى الحرية والتغيير؟ هل الولاة يأتون مستوى الوزراء بكفاءات؟ فدي نقطة مهمة جدا، واعتقد انه اذا لم تكن هنالك مشكلة في تعيين الوزراء ستواجه الحكومة مشكلة كبيرة جدا في تعيين الولاة. نعم. يعني قديما كان الولاة يعينون بسلطة الرئيس ولا احد يقول لا. نعم. لكن الان ديمقراطية ستخلق مساحة من الاخذ والرد، وربما مساحة من الفوضى. نعم. ما لم يتم تنوير العقل السياسي تديره من جديد. طيب خلينا نحن نقول انه يعني قوى اعلان الحريه والتغيير نفسها استلهمت تلك الجلسه التي اشرت اليها ما بين فرانسيس دينغ وبابو نمر في انه لا بد من ان ترجع بهذا الشعب الى مظانه. المظان هي هذا المجتمع، يعني نحن بالضروره اننا يعني كما ما ننعزل من هذا المجتمع ونقول نحن نخب، نحن يعني لسنا نخبا فحسب، لا بد من انه نرجع لهذا المجتمع عشان ما نعرف انه هو عاوز منه. نعم. وانا اعتقد انه قوى اعلان الحريه والتغيير اخذت بهذا المبدا. نعم. لذلك اخذوا طوالي هذا الوضع في انه الولايات بالضروره ان يكون اهل الولايه هم المنوط بهم اختيار من يولى امرهم. عشان كده انا اعتقد انه الان الملف بتاع الولايات او بتاع الولاد فعلا لم يكتمل بعد، ولكنه في القريب العاجل سيرى الناس انه الناس اللي انتخبوهم انفسهم هم جايين من هذه الولايات وما جايين من مناطق ثانيه ويختاروهم ناس الولايه انفسهم. انا اذا حادت قوى اعلان الحريه والتغيير عن هذه الطريق
الشعب في هذه الولاية أو المواطنين في هذه الولاية يقول كلمته ويختار. أنا حاجيك المناسب. في 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 تقييمك الخاص لمواصفات الوالي في الفترة الجاية شنو؟ نقطة مهمة جدا. لكن بعد الفاصل تابعونا أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل ما زلت في حضرة ضيفي الأستاذ عز العرب، فكونوا معنا. متواصلين أعزائي المشاهدين، إحنا لسه في حوار آخر وضيف الأستاذ عز العرب حمد النيل عضو المكتب التنفيذي بالتجمع الاتحادي. أستاذ عز العرب قبل الفاصل كنا بنتكلم في إنه كيف يختار الأولى، يعني المرحلة القادمة اللي اختار الأمثل كيف بيكون؟ والله أنا في تقديري يعني أول المعايير أن يكون الأولى أقرب عمرا لهذا الجيل الذي صنع الثورة. شباب أيوه جيل يعني نعم يعني كده سنكم كده. والله يا اخي احنا مع نفسي قبل شوي كنا نتكلم في ان احنا خلاص يعني ما دارين نقول انه غادرنا محطه الشباب. ولكن انا اعتقد ان الجيل الذي صنع الثوره هو جيل عمره 30 سنه و29 و31 سنه. لذلك انا اعتقد ان الجيل الممكن يكون يمثل الولاة في الفتره الانتقاليه يكون اقرب الى هذا الجيل، اقرب الى هذا الجيل الذي صنع الثوره. ده واحد من المعايير، لكن ليس بالضروره يعني انهم يعني يكونوا صغارا جدا يعني في السن، ولكنهم يعبرون عن اشواق الشباب وعن اشواق الجيل الذي صنع الثوره. اضافه الى انه في برامج كبيره جدا تواجه الحكومه الانتقاليه وتواجه السودان ككل، السودان الثوره او السودان ما بعد الثوره، هي ملفات كبيره جدا تتعلق بالبنى التحتيه وتتعلق بالاصلاح المجال الصحي واصلاح التعليم. ولا ولادي من خبره مشكله ما بيقدر يدير الملفات دي. ما هو الوالي لن يستطيع لوحده ان يدير هذه الولايه. يعني لما نقول والي بالضروره معاه مجالس ومعاه مساعدين ومعاه ناس ذوي خبرات وله القدره على اختيار هؤلاء المساعدين بحيث انه يعني يطلع بالولايه الى رحاب افضل بعد الثوره. فاعتقد كل والي الان يعني يتأبط برنامج عشان يقوم يقدمه في هذه الفتره ما يتضبط شرا. نعم يتضبط خيرا اكيد. نعم بلا شك. التوافق على عضويه البرلمان يعني برضه في كان حديث انه والله يا اخي البرلمان من 21 سنه. باعتبار انه يحصل تمرين للشباب على الممارسه السياسيه. هو يعني الحديث عنه في الوثيقه الدستوريه ما اشاره للعمر بالتحديد. نعم لكن بعض الناس ما استهموا بالكلام. اشاروا الى انه بالضروره ان يمنح الشباب حصه اكبر في هذا البرلمان. نعم. وبعد ذلك كمان برضو في حصة خاصة بالمرأة هي 40% في المجلس التشريعي أو أنا قاعد أقول المجلس الرقابي. أفضل أنه يعني هنا أقوم يعني أستدل بقول الزعيم إسماعيل الأزهري في أنهم رفضوا أنه يخشوا جمعية تشريعية ولو جاءت مبرأة من كل عيب لأنها ما منتخبة. فخلينا نقول أنه هذا المجلس التشريعي مهمته مهمة رقابية بالدرجة الأولى، ولكن لأنه عنده برضو يعني جزء من التشريع في هذه الفترة الانتقالية. فال 40% التي تمثل المرأة ما حددوا لها انه يكون عمرها كم. فبرضه كمان يعني قد تكون ال 40% اقرب الى الشباب عمرا لكي تعبر عن المرأة اللي شاركت في الثورة من الجيل الجديد الذي صنع الثورة. طيب لكن لما يكون كل الناس في 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 البرلمان القادم كلهم يمثلوا اطياف الحرية والتغيير بكافة مكوناته، ده ما بيضعف المعارضة داخل البرلمان؟ يعني واحدة من مشاكل البرلمانات السودانية الحقيقية انه ضعف المعارضه، حتى فتره الديمقراطيه ما كانت المعارضه معارضه حقيقيه قويه وانما كانت مهاتره. فدي الان نقطه خطره جدا الان، ممكن نقول حريه التغيير تجي بال 68% الموجوده والقوه الثانيه الاخرى بنسبه الضعيفه دي بتخلي قوه المعارضه داخل البرلمان هي اضعف، وبيرمينا بتاني القصه النظريه الاولى في ضعف العمليه السياسيه السودانيه. هو ما اساسا الاجل بتاع المجلس التشريعي والمجلس الرقابي هو اجل قصير، يعني ممكن نقول انه هو اقل من الفتره الانتخابيه يعني الموجوده في جميع انحاء الدنيا. نعم. انها 4 سنة. نعم. هي اللي يروا انها هي اقرب الى انها يحقق فيها المجلس المنتخب برنامجه الانتخابي. نعم. فلذلك الناس في هذه الفتره الانتقاليه انا اعتقد كلهم مقبلون في المجلس التشريعي لبناء سودان جديد. يعني من المفترض انه حتى شكل المعارضه داخل هذا المجلس التشريعي ما يكون معارضة بالمعنى. صحيح قوى إعلان الحرية والتغيير هي مجموعة أحزاب ومجموعة منظمات مجتمع مدني يربو عددها عن 100، فهي أساسا قوى متباينة الرؤى والأفكار،
لكنها يمكن أن تتناغم بحيث أنها تصنع الأساس لسودان الديمقراطية القادم. لذلك أنا دعنا لا يعني ما نتكلم عن أنه في معارضة في هذا المجلس الانتقالي في الفترة الانتقالية، إنما نقول مجلس تشريعي رقابي يزعى حثيثا في أنه يكون متناغم بحيث أنه يضع الأساس لهذه الفترة الديمقراطية القادمة ما بعد الفترة الانتقالية. طيب قانون إزالة التمكين الآن، ضرورة القانون كيف تقرأه، ما يسير عليه؟ ده طبعا واحد من أهم القوانين. أنا أعتقد أنه كان في بطء شديد في إجازة هذا القانون الذي ورد نصا في الوثيقة الدستورية، وأنا أعتقد أنه هو يعني هذا القانون يعني داير الناس نفسهم يكون فعلا نفس عالي، لأنه إزالة التمكين بتاع 30 سنة في جميع مفاصل الدولة يحتاج إلى أنه الشعب السوداني نفسه يكون جزء من هذا القانون، مش الناس الموجودين في السلطة أو في الحكومة الانتقالية فحسب. يعني الشعب السوداني برضو بيقع على عاتقه الدور اللي بيحدد فيه أنه منو كانوا جزء من تلك الدولة البائدة، ومن المفروض أنه يشيلوهم من نقابة أو من اتحاد مهني أو من وزارة أو من إذاعة أو من تلفزيون. فأنا أعتقد أنه هو الآن طيب، بس الآن الآن حصل الآن برضو حصل يعني زي بحيث أنه في ضبابية كده بقى للأشياء، أنه التمكين يشمل الجميع. ما إحنا قبل بدينا في أنه اتفقنا أنا وإنت في أنه لابد من إيجاد صيغة جديدة، صيغة مع الوعي وإدراك. يعني من أفسد ما في مشكلة، أنا أشيله وحاسبه، ولكن في 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 يعني خلينا نقول بالداري بالبسيط كده، في إسلاميين ما أفسدوا وطنيين، فهل من العدالة يعني هل من العدالة يشملهم هذا القانون؟ انت طبعا يعني تتحدث عن الشذوذ او الشواذ، ما تتحدث عن القاعده، حتى لو كانوا اثنين مع عشان كده انا نعم يعني انا حريص على انه عشان ما نخلي القانون برضو يمشي ساي. نعم، لانه انا قبل برضو قلت لك انه واحده من اشكالات القوانين وما حدث في قرارات كانت متسرعه، في قرارات كان فيها اشكالات. نعم، جو الناس تراجعوا عنا. نعم، تراجعوا عنا. نعم، هلا انا اعتقد انه يعني القانون قانون ازاله دوله التمكين هو الأساس فيه أن تبحث عن المفسدين في هذه الدولة. يعني أنا أعتقد أنه فعلا في عدد من الناس اللي بيجوا جزء من الموظفين في الدولة ولا علاقة لهم بالمؤتمر الوطني المحلول. نعم، هم نعم، حاولوا أن يحافظوا على معايشهم على حياتهم وركبوا الموجة. وركبوا الموجة. نعم، بالضبط كده. الآن لا بد أن الناس ديل يعني يشوفوا السجل بتاعهم، هل هو داخل فعلا في منظومة الفساد بتاعت النظام البائد ولا لا علاقة لهم بالفساد؟ أنا أعتقد أن النظام العدلي هو الذي يحقق هذه العدالة. يعني ما كل الناس سيشملهم هذا الأمر، لكن نحن نتحدث عن القاعدة ولا نتحدث عن الشيء الشاذ عن القاعدة. يعني أنا نعم، بذلك برضو ترسم صور للقانون كيف يطبق. نعم، يعني دون نقطة مهمة، كيف يطبق دون أن يسيل أحد مظلوم أو يتجاوز ظالم. بهذا التعبير، نفس التعبير اللي أنت عبرت عنه، إنه بالضرورة أن يأخذ هذا القانون في إزالة دولة التمكين ويأخذ حق العدالة في من لعبوا دور في أن يجسم هذا النظام في 30 سنة في صدر الشعب السوداني، وكل من أفسد يتقدم إلى العدالة ويقدم إلى المحاسبة. غير كده هو يعني قانون التمكين لا يشمله بالضرورة، لأنه لم يفسد ولم يلعب دور في تمكين النظام. تفتكر يعني أستاذ العرب الآن هناك لجان مقاومة، ضرورة استمرارية هذه اللجان وقيمة هذه اللجان؟ طيب، لجان المقاومة طبعا هي اصطلح، خلينا نقول هي أصبحت مصطلح بلجان المقاومة، لأنها ولدت في سياق تاريخي معين هو سياق الثورة السودانية قبل عام. لذلك أصبح هذا الصك لجان المقاومة خالد في ذاكرة التاريخ بأنه لجان المقاومة. بعد ذلك بيبقى الموضوع هو الدور الذي تقوم به لجان المقاومة. أنا أعتقد أنه لجان المقاومة يقع على عاتقه بناء دولة السودان ما بعد الثورة. لذلك هي مش منوط بها المقاومة. الآن هي تسمى لجان المقاومة، لكنها هي لجان مقاومة ولجان بناء ولجان تقويم ولجان بناء السودان الجديد ما بعد الثورة. هي التي تحدد في الأحياء منو الممكن يتقدم، هي الممكن تحدد منو من الولاة ممكن يكونوا في ولاياتهم. أنا أعتقد أنه لجان المقاومة هي زي ما بقولوا المرق اللي بتقوم عليه دولة ما بعد الثورة.
طيب انت دعوته بشكل خاص لوحدة التيارات الاتحادية والاتحادين بشكل عام، يعني منذ تأسيس الاتحادين بدأت الخلافات في الحزب الاتحادي، بدأت انشغالات وما زالت هذه الانشغالات تتوسع وتتوسع، فعلى أي وحدة أنت تدعو؟ طيب نحن في التجمع الاتحادي واحدة من الأشياء اللي أشيرنا لها في أدبياتنا إنه ظل الاتحاديون يرفعون شعار الوحدة طيلة السنين الماضية، وأصبحت قيادات الاتحاديين وأكثرها الآن في ذمة التاريخ رحمهم الله جميعا ظلوا يتحدثوا عن الوحدة ويلتقوا في احتفالات جماهيرية تتشابك أيديهم في هذه الاحتفالات، وما أن ينزلوا من المسرح وكل واحد يرجع إلى حاله ويتمترس في حدودهم. لذلك ذكرنا في أدبياتنا في التجمع الاتحادي إننا دعونا لا نتحدث عن وحدة الاتحاديين، ولكننا نتحدث عن إعادة بناء حزب الحركة الوطنية على أسس جديدة. هذه الأسس الجديدة هي القواعد، الرجوع بالحزب إلى مظانه. هذا الحزب لم يعقد مؤتمر إلا عام، مؤتمر عام منذ 50 عام. نحن الآن في التجمع الاتحادي نزعى حسيسا بأنه نرجع بهذا الحزب وقيادته إلى مظانه اللي هي الشعب والقواعد والجماهير تختار من تختار، وما ممكن يجي زول بالتعيين أو يجي زول بوضع اليد ويبقى رئيس. لذلك شعارنا هو ليست وحدة الاتحادين، إنما إعادة بناء حزب الحركة الوطنية على أسس جديدة. الأزمة دي لكن هي مش موجودة في الحزبين الكبيرين، نعم، في حزب الأمة وفي حزب الاتحادي، نعم، يعني بل بالعكس، يعني المثقفين بيفتكروا إنه دي أحزاب بيوتات، نعم، ليس على يعني ليس على العامة أو أعضاء الحزب إلا أن تقولوا سمعا وطاعة. فكيف تستطيعوا أنتم الآن بالوحدة اللي تدعوا لها أنكم تعملوا تغيير في المسألة دي، أنكم تجبروا تلك البيوتات أن تستجيب لإرادة الحزب؟ نحن لا نجيب أي بيت من البيوت أو من هذه البيوتات التي أصبحت علامة تاريخية لحزبين كبيرين اصطلح عليهم هم يعني طائفتي الأنصار والخدمية. لكن لما نتحدث عن الجماهير والقواعد، لذلك لا نستند على اسم ولا نستند على إرث تاريخي. كل إرثنا هو ما صنعناه في تاريخ السودان الحديث. نحن نعتقد بوصفنا الاتحاديين، دائما الناس بيتحدثوا عننا حزب تقليدي، وأنا ضد هذه التسمية. إذا كان أساسا يتحدثوا عننا كحزب تقليدي فإننا أرسينا تقاليد جديدة، فبهذا المفهوم نحن فعلا حزب تقليدي. لكن نعتقد نحن بمؤتمر الخريجين ولدت حركة بناء السودان الحديث. بنعتبر أنه يعني حزبنا ولد مع ميلاد مؤتمر الخريجين اللي بيعتبر برضو نقطة تحول في تاريخ السودان الحديث. لذلك لن نسم أنفسنا بأي حال من الأحوال، نحن حداثويين وندعو إلى الحداثة. لذلك بأي حال من الأحوال لا بد أن نعود إلى جماهيرنا وقواعدنا ببرامجنا، ومن بيجيبوا الجماهير أسمح لي أقدم نقطة هنا. طيب نعم. يعني المؤتمر الخريجين بتاع 1938 تكلمنا عنه ده، نعم. شوكان الأنصار بيمثلوا من السيد الإمام عبد الرحمن، وسواء كان الختمية بيمثلوا من السيد علي المرغني، كويس. دي أحزاب كان عندها وجود جماهيري كبير جدا بالعاطفة الدينية، نعم. يعني أسأل أنا وأنا يمسني أقرأ الطرح بتاع حزب الأمة فترة دي طرح الاستغلال، لكن وين الطروحات الفكرية؟ مستنى على الثورة المهدية، ما في طروحات فكرية بناء الدولة السودانية، ودي واحدة من أزمة الدولة السودانية. نفس المزل الاتحادين، كويس معك. اليسار القابو مصفي جبهة المعادية للاستعمار ما كان عنده قواعد كتير وقتها، هي قواعد وسط المثقفين، والمثقفين كانوا قلة وما كانوا مؤثرين في الحركة الاجتماعية. اليمين كان ضعيف جدا، وكان برضو عاطفيا تيجي مثلا كان في تجربة الأخوان المسلمين. الآن بعد 50 عام من الاستقلال أنا ما قلت لي ولا بناء جديد لفكر الاتحادي ولا بناء جديد لفكر حزب الأمة. نفس التقليدية لسه ما زال الإمام الصادق المهدي تحدث عن المهدية وتجديد المهدية، كويس معك، وتحدث عن مصطلحات إنجليزية سياسية، ويتحدث في خطبه سياسية عن أرنولد توينبي. ما في بناء جديد. الاتحادين أنا برا في جامعات مثلا شباب مثقفين لابسين نظيف بيتكلموا في 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 نقد الدولة السودانية القادمة، لكن ما قدموا ولا برنامج حقيقي.
الكلام ده ما صحيح طبعا. يلا دارك ترد عليهم. انت اساسا انت قاعد تتحدث عن طائفه الخدميه وطائفه الانصار. يلا رد عليهم. الا انك ما قاعد تتحدث عن الاتحاديين. نعم. نحن لما نتحدث عن الاتحاديين زي ما ذكرت بميلاد مؤتمر الخريجين 1938 نحن نعتبر انه المجتمع السوداني كان مجتمعا طائفيا، وكان مجتمعا ينحو الى القبيله، وكان مجتمعا عشائريا. الا انه القياده المنتخبه في مؤتمر الخريجين كانت هي قياده منتخبه من الشعب وبالشعب، يعني اسماعيل الازهري على الرغم انه جده اسماعيل الولي الا انه لم يستند على هذا الارث. نعم. جاء يعني ضرب يد بقدراته وموش لوحده، يعني لما سئل في الاذاعه سالوه في الاذاعه قالوا له انت بتعتبر يعني بتعتبروا انفسكم انه ما في زول سبقكم؟ قال لا، نحن سبقتنا حركه اللواء الابيض وسبقنا اضراب كليه غردون عام 1930. واستدل بالآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، لذلك هو ما جعل من نفسه هو لوحده هو الذي صنع التاريخ. نعم. نحن نستلهم هذا التاريخ، واعتقد انه عندنا مرتكزات فكرية موجودة وعندنا منشورات وعندنا قراءات نقدية، وانت يعني دائما يعني شكل السؤال بتاعك كأنك ما بتتحدث عن طائفة الخدمية، وانا ذاتي عندي رأي في حكاية انه لا تنطبق كلمة طائفة على الخدمية. لكن انت هسه في ماجستيرك يا استاذ عز العربي انت نفسك اتكلمت عن اثر الصفوف في الشخصيه السودانيه. نعم. ما هو انت برضك مشيت للطائفيه والفكر الديني. يلا الصوفيه حاجه وبعد ذاك الطائفه حاجه ثانيه، انا ما بقول لك انه ذاته كلمه الطائفه في علم الاجتماع اذا جينا نعرفها لا تنطبق على واقع الطائفه في السودان، لكنه اصطلح على تسميه الانصار والخدميه بانهم طائفه، الا انهم لو جينا نعرفها هم ما طوائف باي حال من الاحوال، ربما يصدق الى حد ما على الانصار، لكنه لا يصدق على الخدميه. يعني طيب اذا كنا امين انا عشان اكون عملي انا ما قاعد اتحدث عن التصوف. نعم. ما قاعد اتحدث عن الطائفيه. نعم. انا تحدثت عن الاثر الصوفي في الشخصيه يعني السودانيه في دراسه يعني انت في قصه دي ما لست في جلباب ابي هاشم؟ خالص. طيب عشان انا اكون عملي، الليله الان مثلا اذا الحزب الشيوعي مثلا او اليسار العريض بشكل واضح استلم مثلا مقاليد الاقتصاد حيرجع لراس المال لكارل ماركس. نعم. كواحدة من مرجعياته يعني. نعم. وما في حوار قريبته مع الشيخ خضير، دكتور الشيخ خضير، قلت له هل يمثل رأس المال الحل للاقتصاد السوداني؟ إذا شلت الألف واللام بيكون الموضوع ماشي. يعني جزء من الأشياء. الإسلامي بيتكلم مثلا عن الاقتصاد الإسلامي والتأمين و إلى آخره، وبالتالي دكتور حسن الترابي. أنتم كاتحادين على ماذا استندتم في حلول الدولة السودانية؟ خلفيتكم شنو؟ نحن عندنا تراث خالد فيما يتعلق بالاقتصاد. التراث يجي من هذا التراث الخالد من نظريات عبر عنها الشريف حسين الهندي، لو انت قريت كتاباته التي نشرت في مجله التسور في ذلك السياق التاريخي. نعم. تحدث عن بند العطاله وتحدث عن التعاونيات. نحن الان في قوى اعلان الحريه والتغيير او بوصفنا جزء من قوى اعلان الحريه والتغيير نحتاج انه نبعث هذه المعاني من جديد. يعني انتوا هسه دايرين تجوا ببند العطاله بتاع الشريف الهندي؟ لا مش بند العطاله 65، انما نستلهم هذا التاريخ في صنع واقع اقتصادي مختلف ياخذ التعاونيات في اي. لكن الواقع الاقتصادي بتاع الشريف حسين ما زي هسه. اكيد ما زي هسه. نعم. بيحتاج نعم. لتغيير. صحيح. ما هو انت لو ما استندت في تراثك الاقتصادي على انك تبني عليه وتستفيد من كل هذا التراث الخالد حتى فيما يتحدث عنه اليساريين. زي ما قال لك الشيخ خضير انه لا يمثل الحل ولكنه يمثل جزء من الحل. ما ذاته يعني برضه يعني عنده قيمه الى حد كبير. نعم. يمثل جزء من الحل. جزء من الحل. نعم. نعم. انا اعتقد انه اذا كان هذا الواقع الاقتصادي بيحقق بجزئيه في كتابات كارل ماركس في كتاب راس المال. نعم. انا اعتقد انه نحن برضه نستفيد منه بحيث انه يحقق واقع جديد للشعب السوداني. نعم. انا اعتقد انه حقه نحن ما نتمترس في حاجات، انه والله ما لم نحقق برنامجنا ده بس ما بنقدر نحقق للشعب السوداني الواقع الافضل. نستفيد من كل هذه الخبرات وكل هذه التجارب. ما بدنا من الحلقه الاولى بدات الحلقه. نعم. نعم. احنا نحتاج لحلقه ثانيه نتكلم عن برامج الحزب الاتحادي الجديد. الظروف الجديدة حزب الاتحادي في 2020. هو ما معروف انه يكون شنو بالمناسبة، الحزب ذاته شكله يكون شنو. غادي يتغير الاسم. نعم، غادي يتغير وغادي يكون، لأنه الحزب الاتحادي الديمقراطي دخل في تجربتين الآن وأصبح جزء من الإنقاذ. نعم. الاتحاد الديمقراطي المسجل والاتحاد الديمقراطي الأصلي. نعم. يعني نعم. الجيل الجديد قام ولقى اسم الاتحاد الديمقراطي جزء من سلطة الإنقاذ. نعم. لكن المؤتمر العام بتاع الاتحاديين هو اللي بيحدد انه داير الاسم. المؤتمر العام ده متين؟ ولا داير غيره؟ في غضون عام إن شاء الله. يعني نحن الآن ثورة يناير القادم نحن في مكتب تنفيذي انتقالي. نعم. نحن الآن عضو مكتب تنفيذي انتقالي. هذا المكتب التنفيذي الانتقالي منوط به انه يعقد المؤتمر العام للاتحادين في غضون عام، اذا لم يستطع يتنحى ويجوا اخرين
هم يحققوا هذا الاسلاميين الان ما بقولوا انه الثوره دي عملوا الاتحادين ولا الانصار، بقولوا عملوا الشيوعيين، عشان نكون برضو واضحين في السائد الان بين الناس. تفتكر ليه ما قالوا الاتحادين؟ هل لانهم ما حاسين بقوه الاتحادين على ارض على الميدان؟ هو الثوره طبعا اساسا يعني نقول هي ثوره الشعب السوداني. نعم الاتحادين فعلا جزء اصيل من هذه الثوره. ليه لا يذكروا الان في ادبيات الاسلاميين؟ يعني الاسلاميين ما دائما ما يدور فسافيرهم كده، كل ما يتحدث الاسلاميين بيتحدثوا وراء الاكمه. نعم. الحديث عن الشيوعيين. نعم. يعني طوالي هم الشيوعيين برضه موجودين في الخلف، والشيوعيين برضه. نعم انتوا ضعيفين بالضبط. ولكن هذه الثوره كان لنا في القدح المعلى بشهاده بشهاده الاعداء. انا شاكر لك جدا وسعيد جدا لهذه الحلقه الاستاذ عز العرب حمد النيل عضو المكتب التنفيذي بالتجمع الاتحادي، كثر خيرك. الله يبارك فيك استاذ ايمان، والله سعيد جدا انه اول مره اقعد مع الاستاذ عماد البشرى، ويبدو انه ليست لن تكون النهايه لنا جلسات ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. اذا عزيزي المشاهد الكريم، اذا حضرتنا في حوار اخر مع ضيفي العزيز الاستاذ عز العرب حمد النيل، لحد ما نتقابل حلقه قادمه. هذه اعطي تحيات وتحيه الفريق العامل. السلام عليكم ورحمه الله.